دلوقتي. نساء في زمن الأنبياء مع فرح شيمي على انرجي 92.1. رمضان محتاج انرجي. آمنة بنت وهب. آمنة بنت وهب هي والدة رسول المسلمين محمد صلى الله عليه وسلم. كانت من عائلة زهرة من ناحية الأب، وكانت أمها برة بنت عبد العزي، عائلتان من أكبر وأشرف عائلات قريش. كانت سيدتنا أمنة تلقب بزهرة قريش لحسن خلقها وسمو نسبها وجمالها، فكانت معروفة بالشرف والأدب. لذلك لما تمت خطبتها كانت من نصيب عبد الله بن عبد المطلب من أكبر أهالي قريش. يحكى عن عبد الله والد الرسول صلى الله عليه وسلم إن أبيه عبد المطلب كان رجل صاحب نفوذ وخلق عظيم، وكان كثير الخيرات، فنصح بفداء واحد من أولاده الذكور العشرة، ووقع الاختيار على عبد الله. ولكن عبد الله كان أقرب واحد لأبيه، فطلب أبوه فداء بمئة ناقة. الحكاية دي ما هي إلا دليل على عظم شأن عائلة عبد المطلب وأهمية عبد الله لأبيه. وبكده ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد الأم ذات نسب عالي وأب ذو شأن كبير في قريش. مات عبد الله بن عبد المطلب قبل ولادة سيدنا محمد عن عمر يناهز 25 سنة، فولد الرسول يتيم الأب، ولكن ده لم يغير من مقامه وحسن تربيته. فبذلت أمه آمنة بنت وهب كل جهدها في رعاية وتربية ابنها على الشرف والأمانة والشجاعة، رغم أن سنها لم يكن يتعدى 20 عاما. فبحكم الزمان كان الزواج بيتم في مرحلة مبكرة من السن. كانت جارية آمنة هي بركة الحبشية، معروفة بأم أيمن، لعبت دور مهم جدا في تربية رسول الله، هنتكلم عنه بعدين. عاش محمد صلى الله عليه وسلم في حضن أمه لمدة 6 سنين، علمته فيه كل الخلق المجيد اللي تحلى بيه كأشرف خلق الله ورسول المسلمين من بعدها. ولما خرجت يوم أمنة بابنها لزيارة الأهل في المدينة، وبرضو عشان تزور قبر زوجها عبد الله هناك، مرضت وماتت في طريق رجوعها لمكة مع أم أيمن وابنها محمد. وبكده أصبح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يتيم الأب والأم، ولكن لم يتركه الله، فانتقل سيدنا محمد لكفالة جده عبد المطلب اللي توفى وهو عنده 8 سنين، ثم انتقل لعمه أبي طالب اللي هيرعاه لغاية شباب. نشأ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين لأهل مكة أجمع، حيث عرف بالحكمة وحسن الخلق والابتعاد عن الشهوات حفاظاً على تعليم أمه المبجلة، وطبعاً جده وعمه. فما أعظم السيدة والأم اللي ربت سيد الخلق آمنة بنت وهب. نساء في زمن الأنبياء مع فرح شيمي على انرجي 92.1. رمضان محتاج انرجي.